طب قولي ايوه لنا كده مبدئيا كده، ايه اشهر المشاكل اللي بتتعرض لها البشره في خلال فصل الصيف؟ هو اكتر حاجه بتضايق البنات او الستات الحبوب والاسمرار، ده ده حقيقي دي اكتر، وجفاف والبقع الشعر. والنمش. ايوه والنمش. لان ده النمش بيحصل كتير في الصيف بما صحيح. اننا بقى مصايف وخروجات، والصيف بتبقى الشمس قويه، فده بقى يعني دي اكتر شكاوي بتقابلنا كلنا تقريبا في فصل الصيف. وبس هي في الصيف حاجه جميله مقابل الحاجات دي، وهي المانجا. المانجا طبعا كلنا بنحبها، فهي بتحل مشاكلنا النفسيه الصراحه. ولكن ايه يعني، انا ملاحظه ان في موجود قدامك قشر المانجا، فتفوته وبذره المانجا وكل حاجه، يعني واضح انك انت مفيش حاجه في المانجا. يعني انت ايه بالظبط كده؟ خليني اقول لك بس الاول قبل اي حاجه ان المانجا فيها فيتامينز حلوه جدا للبشره وللشعر وللاكل عامه. يعني طبعا احنا بنهتم كده دايما بناكلها، يعني يعني كده مش محتاجين حتى لو ما فيهاش هناكلها. ايوه بس هي فيها فيتامين الف وفيتامين سي، ودول مهمين قوي للبشره والشعر. لما بنحطها على الشعر بيكون ليها فوائد، انها بتقلل ظهور القشره. والله طبعا بنمكسها في حاجات تانيه وبنطحنها كويس قوي، وهنقول دلوقتي ممكن نعمل لها ميكس في ايه علشان نوصل لاكبر يلا فايده. بقى نبتدي اول وصفه. بس خلينا نبدا بس الاول قبل اي حاجه، ان احنا ممكن كمان نستخدم البذره بتاعه المانجا. انا يعني دي حاجه استخدمتها من سنين الصراحه، وكانت كنت بحبها قوي. يعني هي دايما بتبقى مصنفره كده، هي اصلا خشنه شويه وفيها شعر. طبعا يعني ايه حسب بقى الشخص اللي بياكلها موصلها لاي مرحله، بس في اي مرحله احنا هنستفيد بيها. فدي حلوه قوي لو احنا قبل ما ندخل نغسل وشنا نقدر نعمل بيها ماسك، سكراب ماسك. شفتي لقطيها من قبل ما اقول. هي فيها اصلا سكراب، فيها كده خاصيه الهيفا شويه، الحبيبات دي بتعمل سكراب مع شويه الجوس اللي فيها دي. لو يعني اللي واكلها ملوش قوي في اكل المانجا فدي بتنفع قوي، بنعمل بيها سكراب وبعد كده بنغسل وشنا بنلاقي في تغيير كبير. ده بالنسبه للبذره. حلو دي، حلو دي، فكره حلوه قوي. طب مش والقشر اللي بنرميه؟ ويعني يبقى عندنا برضو ضمير، يعني نفسيتنا مرتاحه واحنا بنرميها. حاجه في المانجا. ايوه صح، ايوه صح. تاني حاجه القشر ده برضو ممتاز لفروه الراس. للقشر اصلا ممكن ناخده ونعمل بيه حتى لو ما فيهوش اي يعني اي بواقي، مجرد ان احنا ندعكه في فروه الراس. بنمسك القشره وبندعك بيها فروه الراس ما بين الفراغات كلها. وبعد نص ساعه ناخد شاور. يمكن بدل يعني لو احنا مش حابين ندي وقت للموضوع ده، قبل الشاور بنص ساعه نعمل الحاجتين دول وخلاص، ونخش ناخد شاور خلاص الموضوع خلص. ايه بقى بيعمل ايه القشر لما القشر برضو زي ما قلنا ان هو بيحارب القشره بتاعه الشعر. وبيرطب الفروه جدا، وكمان في خاصيه المضاد للبكتيريا شويه. فهو الصراحه حاجه لطيفه جدا، غير ان هو ملطف كمان، فالبشره القشره بتاعه الجفاف بتكون قلت شويه لان هو بيرطب. ومفيش منع اكرر الحاجات دي، بتالي مش مضره ولا خالص حاجة. مش مضره خالص. بالعكس ده هي كمان يعني مفيده على المدى البعيد. حلو جدا. بس اهم حاجه ما نسيبش شوائب بس في الشعر، عشان دي ممكن تضايقنا شويه. طبعا اكيد اكيد. دي كده لو احنا هنستفيد بالحاجات اللي هتترمي.